صرخ المسجد الأقصى فتداعى الفلسطينيون لنصرته. داخل مدن الخط الأخضر لبى الفلسطينيون النداء. في اللد التي شيعت أحد شهدائها، صب أهليها جم غضبهم على الشرطة الإسرائيلية فاشتبكوا معها وأضرموا النيران في إحدى آلياتها. الشرطة اعتقلت 17 محتجا خلال مواجهات اللد والرملة المجاورة. خرجت الأمور في اللد عن السيطرة، فأعلنت حالة الطوارئ فيها للمرة الأولى منذ أكثر من 5 عقود. وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس بادر إلى إرسال قوات من حرس الحدود إليها، وبالانتقال إلى حيفا تواصلت المظاهرات المنددة باعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى وباب العمود ومحيط البلدة القديمة في القدس، وبالقصف الإسرائيلي المتواصل على غزة. المئات تظاهروا كذلك وأغلقوا مفرق عرعرة النقب نصرة للقدس والمسجد الأقصى، وسادت حالة من التوتر في أم الفحم بعد أن تجمهر جمع من الفلسطينيين احتجاجا على ممارسات الاحتلال في القدس. تظاهرة حاشدة جابت شوارع الناصرة، صدحت خلالها الحناجر بشعارات التضامن مع أهل الأرض الذين يستهدفهم الاحتلال، وحيا أهالي بلدة الطير الشهداء بهتافاتهم التي ترددت في ساحات البلدة. ملحمة يسطرها الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر وفي غزة والضفة، إنها القدس التي تجمعهم وتوجه بوصلة نضالهم نحو الاحتلال.